أمسية جديدة من أمسيات الورشة العامرة، والتي سأظل دوما أشكر الأستاذ شعبان يوسف على يعني إتاحة الفرصة لي ولأمثالي من الحضور الكريم أن يعني يستمتع كل أسبوع بعمل جديد أو مناقشة جديدة، فله يعني مني كل الشكر، والشكر موصول أيضا لدكتور محمد إبراهيم طه وللحضور الكريم ممن يحرص على الحضور أسبوعيا. أما بعد فإننا هذه الليلة بحضرة الشعر، ويعني الحقيقة أن دكتور محمد أعطاني للأستاذ محمد الشحات ديوان ترنيمات شاعر قبل الرحيل، وهو ديوان صادر عن دار الأديب عام 2018. العنوان ترنيمات شاعر قبل الرحيل. الحقيقة كلمة ترنيمة هي الأغنية الصغيرة خفيفة اللحن والأنشودة الموسيقية القصيرة، والترنيم مصدر من الفعل رنم أي غنى بصوت عذب أغنية رقيقة الألحان. وكأن محمد الشحات في هذا الديوان يود أن يهدي إلينا بعض أغانيه وبعض يعني تأملاته في هذه الحياة، فوجدت أن هذا العنوان ينتمي إلى التركيب الإسمي محذوف المبتدأ، والذي يمكن تقديره ديواني أو قصائدي ترنيمات شاعر قبل الرحيل. محمد الشحات يود أن يترك جزءا منه باقيا حتى بعد الرحيل أمد الله في عمره إن شاء الله، فحذف المبتدأ يعني كان مهما لكي يسلط يعني الوظيفة أو يعني هذا الديوان ماهيته، أغاني يتركها أو قصائد جميلة يتركها لنا، طبعا محملة بالأفكار وبكل الذي يحمله محمد الشحات من خبرات كثيرة. اهتم محمد الشحات في العنوان بالوظيفة التفسيرية للغة، فهو يفسر يعني لم يقل الترنيمات وترنيمات مين، شاعر قبل الرحيل، وكأنه يضمن نفسه كأنه هذا الرجل الذي يكتب الآن لا أعرفه، يعني هو شاعر سيكتب كلمته وينصرف يعني لا تعوله أني هنا، يعني فهو شاعر شعر، إلا أن يعني تعريف الشعر اللي هو يعني أو تعريف الشاعر هو الذي يشعر بما لا يشعر به غيره، فربما يكون محمد قد شعر ببعض الأشياء التي قد لا ندركها نحن القراء أو الآخر، يعني قد أدركوا شيئا وحضرتك تدرك شيئا، وبالتالي كل منا وكاته في هذه الدنيا. طبعا الشاعر كأنما يريد أن يترك كلمته ثم يمضي ويعبر، لتبقى الكلمة دوما مجازا للحضور المعنوي الباقي الذي يتحدى الفناء المادي للبشر، فكلنا نفنى ونعبر وتبقى الكلمة شاخصة واقفة تعبر أننا كنا هنا في يوم من الأيام. في السياق نفسه تأتي سورة الغلاف، الحقيقة تأملتها صورة بديعة، يعني برغم أن في الأول يعني هذه الصورة يعني لن أقول أزعجتني، ولكن توقفت أمامها كثيرا لأصل إلى التفاصيل، فكأن البشر جميعا يقفون في طابور واحد، كل منهم سوف ينزل عندما يعني تأتي محطته، وينفلت واحد منهم ليخرج من هذا الطابور، كأنه يريد قبل فوات الفرصة أن يغتنم يعني فرصة بسيطة قبل الرحيل لكي يدون لنا كلمة. الحقيقة غلاف معبر جدا، ويمكن هذه الرأس وهذه الرقبة الممتدة يعني الرغبة الشديدة في أن يلقي هذه الكلمة لكي يبقى، وبالتالي يعني أنا أثني كثيرا على مصمم الغلاف، لأنه فعلا وصل شفرة يعني الديوان أو ما يحويه الديوان أن هذا هو الشاعر، لأنه الشعر طبعاً يعبر عنا جميعاً، فهو فرض الكفاية الذي ينوب عن بقية أفراد الشعب في توصيل رسالة كل من لا يملك الكلمة، فأنا أتوحد أو أتحد مع الشعر لأنه يعبر عني، فأنا لا أستطيع التعبير لأني فرد عادي، فالشعر يقوم بهذه الوظيفة النبيلة التي يعبر فيها عن أحاسيسنا جميعاً. طبعاً ده بالنسبة للغلاف. بالنسبة للإهداء إلى أيام التي مضت والقليل المتبقي منها إلى القادم، سواء أكانوا ينتمون إلي أو إلى غيري، إليهم جزء مني قبل الرحيل. هذه نظرة محبة متسامحة
يعني علينا أن نتقبل الآخر حتى إلى القادم، سواء كانوا ينتمون إلي أم لا ينتمون. يعني هو هنا يود أن كلمته ليست حكرا أو ليست موجهة لمن ينتمون إليها أما الباقي لا. فبالتالي وطبعا ده حال الشاعر كما قلت سابقا أنه ينوب عن كل أفراد الشعب في طبعا التعبير. طبعا كلمة الرحيل موجودة منذ بداية العنوان، وموجودة أيضا يعني استخدمها الشاعر في العنوان، واستخدمها في الإهداء، واستخدمها أيضا في عناوين القصائد الموجودة في الديوان. يعني مثلا كلمة الرحيل محورا تعد محورا أساسيا في القصائد، لما قال مثلا الكثير الحقيقة حين تفر الحروف، الهروب من الحلم، المضي إلى حال سبيلي، الهروب من بؤبؤة العين، وهكذا. فالقصائد أيضا جاءت في هذا السياق في أن محمد الشحات يود أن يترك هذه الكلمة قبل الرحيل. دي مقدمة يعني أولية. يأتي طبعا هذا الديوان هو مرثية للعمر. يعني أنا سأخذ عنوان ديوان للأستاذ أحمد عبد المهر حجازي مرثية العمر الجميل. هو طبعا الأستاذ محمد الشحات يقدم مرثية العمر لنفسه ومرثية العمر لبعض أصدقائه الذين جاءوا في معرض الديوان ليهدي إليهم هذه القصائد، سواء كانوا وقتها مرضى أو رحلوا. فبالتالي هذا الديوان حالة شفيفة جدا من الحزن، يعني لا يظهر الحزن بشكل أن الدموع تنساب وأن التنهيدات، لا 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 خالص. الرجل يقف متأملا وكأنه في حالة صوفية. يعني حتى في القصيدة يعني كنت أتمنى يا أستاذ محمد في بعض القصائد التي يأتي فيها التاء يعني ضمير للمتصل للتعبير عن الفاعل أن تعطى الضمة أو الكسرة أو الفتحة، لأن بيبقى فيها يعني لبس شديد الحقيقة. فبعد إذن حضرتك لو قعدت يعني الطبع، لأنها يعني قد أنا أؤول لكن قد لا يستطيع آخر لا يمتلك الخبرة أو التجربة أن يؤول. يعني بقول هذه لحظة قد تنتهي مثل انكسار الحلم في مقل الصغار، فلا تدعها واسترح في حضنها وامسك بها وافتح عيونك علها ترنو إلى ما يحتويك. فإذا نظرت إلى ثيابك هل ترى ما كان يسكن خلفها؟ فانسب من هذه الأيام ثوبا ترتديه، ولا تدع ما يكشف النفس التي سكتت وما سكنت يغادر قبل ما تنجو بها هي قد تلومك. فهو لا يريد أن تلومه الأيام لأنه لم يترك هذه الكلمة، وبالتالي فهو يقدم يعني وقفات كثيرة جدا، ويقدم حالة اغتراب. يعني الحياة بيستدعيه أغنية شعبية شهيرة لمطرب أنا مش عارفني يعني. فهو بيقول كده فعلا، يعني حين انتبهت بأن وجهي عندما عاينته ما عاد وجهي. ده مين ده؟ وكلنا بنمر على فكرة بالتجربة دي، يعني مين اللي في هذه المرآة؟ طبعا حالة من الاغتراب الشديد حتى التعرف على ملامح، وده نوع من اغتراب نفسي. يعني اغتراب الوجه ده ما هو إلا اغتراب شكلي، لكن الاغتراب الحقيقي ينبع من النفس نفسها. وبالتالي يعني الشاعر يقدم لنا لحظات فيها من التصوف، وفيها من الغربة، وفيها من الاغتراب، ويقدم هذا في لغة مجازية الحقيقة. يعني طبعا الشعر يعني هو لغة شعرية اللغة، يعني أنها المجاز والصور. يعني مثلا بيقول أن شبابيك الصدر اتسعت وامتلأت بحبيبات لا تسكنها ذرات الكره. شبابيك الصدر يعني هذا طبعا التشخيص وموجود جدا في يعني في قصائد كثيرة. برضو أريد أن أقف عند بعض السمات الأسلوبية اللي هو استخدام ضمير المتكلم أحيانا، وفي أحيان أخرى يستخدم ضمير الغائب. ضمير المتكلم يأتي عندما يعبر فيه عن تجربة هو يعني يرويها،
أما إذا كان يعبر عن مواقف يمكن لم يكن، لن أقول موفقا فيها أو لا يعرف نفسه، فهنا يجعل يتحدث عن نفسه بضمير الغائب، يعني لاحظتها يعني. وده نوع من، لو احنا عمل يعني قلبنا الديوان ده قصة أو رواية، التعبير بضمير الغائب يدخل في باب السرد المباشر أو السرد المحايد، يعني لست أنا من يتحدث هنا، أنا أتحدث عن شخص آخر بمنتهى الحياد الشديد. يمكن حضراتكم يعني هو بيقول لنا كقراء تلتمسوا لي العذر عندما أتحدث بضمير الأنا، لكن أنا أتحدث الآن كأني يعني سيرتي، يعني أرى سيرتي من الخارج، يعني هي أن هناك فاطمة وفاطمة دي تعمل كذا، لست أنا المتحدث، لكن عندما أتحدث بأنني صنعت وأنني ذهبت وأنني كذا وأنني كذا، فأنا مشاركة في التجربة. وكأن تجربة الأستاذ محمد الشحات يعني يضعها بين يدي القراء، يعني أنا الآن أقدم لكم تجربتي، أنا بمعزل عنها الآن، لقد صنعت كلمتي وانصرفت. وبالتالي هو ولكي يوحدنا معه، لأن لما أقول لحضرتك إيه هذا كتابي هتقول لي وأنا مالي، لكن أقول هذا كتاب يعني كلنا نشترك فيه. وبالتالي فالضمير الغائب بيعطي فرصة للحياد الشديد، وإن حضرتك ما لا يعني لا تعبئ النص قول لأنه قال هو اللي عمل يعني، لا أو نتلصص عليه هو، لا في قصائد كثيرة الحقيقة كتبها بضمير الغائب. أنا هاخد مثالين، مثال كتبه بضمير المتكلم والحقيقة قصيدة رائقة جدا جدا جدا، اللي هي بيت فوق حدود الأوراق. يريد أن يشيد بيتا، كنت أحاول أن أرسم بيتا وأدقق في كل نوافذه ومداخله وتفاصيل جلوس الأصحاب ببهو البيت وستائر غرف الأطفال وبوابات تسمح بدخول نسيم الصبح ومواقد لا تطفئ نور الشمس ورائحة تخرج من بعض أواني الطبخ تذكرني بطعام القرية حين يطول الوقت على الكانون وامرأة أعشق كل ملامحها وأطيل النظر إذا ما مرت كي تعبرني وتحاول ألا تسرع في مشيتها كي ألتفت إلى رقتها ترتجف أصابع كفي ويسقط كوب الشاي وعاء من طين يحمل كوب الشاي وعاء من طين يحمل رائحة الأجداد فأداري ما أربكني كي لا أتعرق كنت أحاول أن أرسم بيتا وأمني النفس بأن الورق يطاوعني أو لا يتجمد حبر الريشة فأسارع كي أكمله كي أرتطم بضيق الوقت ولا يسعفني أن آتي بأبي كي أجلسه على طاولة كي ننهل من جلسته ودعاء يخرج من أحشاء كانت تحملنا وتذكرنا بأجواء الرحم كي نتماسك وعيون ترقب مشيتنا حين تسارع كي نمضي كنت أحاول ألا أسقط من ذاكرتي أي تفاصيل عن بيت أملكه إلا فوق حدود الأوراق أحاول أن أتخيل ركن صلاتي وتسابيح الليل ووقت قراءة أوردة الغسق وقارورة طبيب ما زالت تحمل بعض بقاياه وغرفة جدي وحدود لا أقربها وخزانة أمي وهي تقلب في أثواب الفرح فكنت أحاول أن أسرع في إنهاء البيت لكن سقطت حبر نقطة حبر تخفي كل ملامحه. طبعا قصيدة جميلة جدا وكأنه يريد أن كل ما فات ليس ده أعرفه، أنا الآن سأعيد تأهيل حياتي من جديد، لكن للأسف يعني في الوقت الضائع، يعني أحيانا الجول لما يجي في وقت ضائع برائع جدا، لكن لما يكون الوقت الضائع قد انصرف فتيجي نقطة الحبر وتزول تطمس. طبعا الحقيقة هذه القصيدة ممكن تتمس معنا بعد يعني ما تخطينا الخمسين ونشارف إن شاء الله يعني بعد شوية. ففعلا موضوع حسابات ذواتنا كثيرة جدا جدا، وإن احنا كأننا نريد أن ندرك ما يعني ما فات،
لكن يعني بيبقى في لعب في الوقت الضايع، بس لا بأس برضه. هي قصيدة رائقة جدا وجميلة، اتكلم عنها بحميمية شديدة جدا جدا، برضه بقى في ضمير الغائب. يعني أرجو إن يكون في قصيدة قدامي أنا كاتبة أعتقد، بس طيب يعني ممكن بعد ما أخلص. يعني في بقى يعني طبعا الكتابة زي ما قلت كده هي علاج للخوف، يعني في قصائد كثيرة فيها كلمة الخوف، لكن طبعا هو يعالج نفسه، يعني الشاعر يعالج نفسه بالكتابة. فالكتابة دائما تحررنا جميعا من الخوف، من الارتباك، من التوتر. فعبر 44 قصيدة استطاع الأستاذ محمد الشحات الحقيقة أن يقدم لنا يعني مشاهد وشواهد من حياته، نكاد ان احنا نكون تعرفنا فعلا على نفسيته وما يعتمل فيها من يعني خوف ان لا يستطيع ان يكمل رسالته التي يعني كونه شاعرا يريد ان يقدمها للناس. يعني لن اقول عتابي، ليس لي حق في عتابه، لكن كان ممكن عناوين القصائد تكون عناوينها يعني مش عايزه اقول ادق واجمل من العناوين المختاره بكثير من قلب القصيده. يعني في تراكيب بين كلمتين مضاف ومضاف اليه او نعت ومنعوت كانت تكون بديعه جدا جدا في القصائد، لان الحقيقه انا دايما بقول للعنوان احيانا هو يعني يغريني بان افتح القصيده. يعني إذا لم يكن الديوان مثلا مقر يعني علي أن أناقشه، يعني لا لابد أن أقرأ، لكن لو كان ديوان للاختيار الحر فأنا في أول حاجة أشوف يعني أنظر إلى الفهرس وأتخير عنوان كده يعني قد يجذبني أو يشد نظري بتركيب لغوي يعني مغاير. لكن الحقيقة يعني ده الحاجة اللي طبعا في اخطاء، هو الاستاذ محمد يعني قال لي انه اعاد التصحيح. في بقى قصيده اللي قصيده رقم 38، وده ودكتور محمد بيتكلم برضو، الاستاذ محمد عنده شغف او عنده ميول ان دايما في قصيده تحمل الديوان، وده الحقيقه يعني انا اراه يعني غير جيد. لماذا؟ ادام في قصيده بتحمل عنوان الديوان يبقى يعني فلنكتبها على هذه القصيده فقط. المفروض العنوان يشمل كل، يكون علامه كليه لكل هذه. فانا لقيت كلمات، هو هنا اغنيات او ترنيمات، وبرضو الميل الى يعني التقريرية والتفسير، الهروب من بؤبؤة العين، الهروب من الحلم، الحنين إلى ضجر الأم، يعني الذوبان من الوجد، يعني كأنه مثلا بيدرس يعني الذوبان، ما تخافوش مش الذوبان من حاجة، لا أنا بقول لك سبب الذوبان من الوجد. القصيدة الأخيرة بديعة جدا، لكن عنوانها النهر وحرارة الأجسام. طبعا هي مكتوبة يعني هي الأجسام، انا شايفاه القصيده جميله جدا، كوني بس اكتب نهر يعني بدون قال حتى، يعني فلتجعل كل واحد فينا يعني يرسم نهره زي ما حضرتك رسمت بيتا على الورق، فليكن يعني تسمح لكل واحد فينا يرسم نهره. لكن ان حضرتك القصيده بديعه وجميله وصور يعني الحقيقه عجبتني جدا جدا، لكن موضوع التقريريه احيانا، وإن حضرتك يعني تقوم بدور المعلم، يعني على فكرة النهر وحرارة الأجساد لأنه بيلامس أجساد النساء، فالنهر بياخد شحنة من الدفء وكذا. تمام، حلو قوي، فحضرتك اكتب لي نهر بس واتركني بقى أشوف حرارة دي جاية منين ولا يعني. فده مهم جدا، اختيار العنوان مهم جدا جدا. برضو ترنيمات شعر، يكفي ترنيمات. طب ما هو الترنيمات من الذي كتبها؟ يعني عندما نحلل شعرا نجيب عن يعني على ثلاثة أسئلة، من القائل وماذا قال وكيف قال. يعني حركة تقول لي ترنيمات، يبقى ترنيمات الشاعر محمد الشحات، فمفيش داعي ترنيمات شاعر قبل. طب ما هو ديوان شعر أكيد يبقى شاعر.
يعني واخد يعني فالحقيقة يعني أمتعني تصفح وقراءة هذا الديوان، وفعلا كنت بصدد إن شاء الله أكمل هذا المقال بإذن الله. وبشكر دكتور محمد مرة تانية على إتاحة الفرصة لي، بشكر حضرتك وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتورة فاطمة الصعيدي.